حول آداب تلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب الله، دستور الخلود. الإنسان قد يرسم له خريطة ليصل بها إلى هدفه، تراه وهو يتحرك بين الفينة والأخرى يتفحص الخريطة، هل وصل إلى الاتجاه السليم أم لا؟ هذا القرآن، هذا القرآن هو خريطة الخلود في النعيم. عندنا نعيم خالد وعندنا عذاب أليم مقيم. من يعمل بالقرآن يأخذه إلى النعيم الخالد، من يهجر القرآن ولا يعمل به حينئذ يأخذ بنفسه إلى النار. لهذا العقلاء وهم المؤمنون الخلص لا يفارقون التلاوة، تلاوة القرآن كل يوم، بعضهم يختم القرآن في 3 أيام وبعضهم أقل من ذلك. على مستوانا لا أقل في الروايات أن الواحد يفتح الكنوز، رواية عبد الكنوز، كل يوم أقل 50 آية، 50 آية تأخذ دقائق، لكن بتدبر تعطي ثمارا كبيرة. ولهذا لكي تكون التلاوة مثمرة لابد أن ننجحها، ونجاحها يحتاج إلى أمور. أبدأ الليلة ببعضها والأسبوع القادم البعض الآخر، حتى أنا أوفق لتلاوة ناجحة ونجاحها على مستويين، على مستوى تأثيرها في حياتي وعلى مستوى ثواب الله يوم القيامة. لابد عدة أمور أن أأتي بها. أول أمر مستحب هو الوضوء. التوضؤ أنا ذكرت معناه باختصار في بحث معاني الصلاة، أذكركم نتذكر معه. يهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله سألوه عن هذا الوضوء الذي نتوضأ، كيف نغسل في الوضوء الأماكن النظيفة؟ الآن الإنسان يمكن الرائحة في أوضته، في بعض المواضع يحتاج لغسل أكثر من وجهك. أنت تريد أن تصلي أو تطوف أو تتلو الكتاب، تريد أن تتعبد، تؤمر إما وجوباً أو استحباباً بغسل أماكن نظيفة كالوجه مثلاً. فما هو السر في اختيار هذه الأعضاء دون غيرها؟ النبي صلى الله عليه وآله كما في الرواية أجابهم بأن آدم عليه السلام حينما نظر، أما بأن يأكل من الشجرة، حينما نظر بوجهه ذهب بهاء وجهه أو نور وجهه بسبب الابتداء وعزم على فعل ما لم يرخص له الله في ذلك. هسه طبعا هناك ليس بالمعنى معصية خلاف العصمة، خلاف الأولاد بحث عقائي. الآن هو خالف الأمر الذي هو إرشاد، ما نبي ندخل في البحث العقائي. بمجرد أن نظر إلى الشجرة ذهب نور وجهه كما في مخيلتي معنى الرواية. لما مد يده أكل باليد، كيف وصل إلى الشجرة؟ بقدمين. ما الذي حصل بعد أن أكل؟ بدت سوءته فندم، وضع يده على أم رأسه. هذه الأعضاء اللي شاركت في العملية هي التي تغسل. نفس الوجه الذي نظر به إلى ما لا يجوز أن يأكله، نغسل اليدين اللتين أخذ بهما، نمسح الرأس الذي وضع آدم يده على رأسه بعد أن بدأ السوء، نمسح القدمين اللتين مشى بهما إلى الشجرة. إذن المسألة مسألة رمزية. ماذا تعني؟ تعني أنك تقول يا رب أنا أريد أن أقبل على الطاعة، والطاعة بأعضاء، وهذه الأعضاء أنا عصيتك بها، فكيف أقابلك بعبادة أريدها ناجحة بما تلوث؟ فأنا يا رب قبل أن أشرع في العبادة أريد أن أنقي، أطهر أعضائي وأنقي قلبي، لأن المسألة
ليس البعد جسدي فقط، هي لها بعد روح، والذنوب تكدر الروح، تلوث القلب. فمن يتوضأ وفي نيته أنه يزيح أثر الذنوب، فإن الذنوب بطبيعتها تسلب التوفيق، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا الإنسان جاء إلى الصلاة وهو عاصي لا يقبل في صلاته، إذا جاء إلى التلاوة وهو مذنب لا يوفق للتدبر. لهذا قبل أن نصلي، قبل أن نقرأ القرآن، نريد أن نزيح أثر الذنوب. ماذا نصنع؟ نستغفر الله، ونحن نتوضأ نتخيل كأنما نطهر الجسد والروح من آثار الذنوب التي صدرت منا. بهذا المعنى نعرف لماذا الأئمة يصفر لونهم في الوضوء، لماذا تنتابهم رعدة، لأنهم في هذه اللحظات يتذكرون التقصير الصادر منهم في حق الله. هم معصومون، ولكن الله كريم لا يقضى دينه. مهما تعبد زين العابدين وقبله أمير المؤمنين، فإنهم يرون أنفسهم مقصرون في جنب الله. مهما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على أطراف أصابعه يرى نفسه مقصر في عبادة الله، وبالتالي إذا جاءوا للوضوء يستشعرون قصورهم فتتغير ألوانهم. إذا قبل أن نتلو القرآن أول أمر نتوضأ ونستشعر أننا في هذا العمل نريد أن نغسل أنفسنا من أثر الذنوب، فنندم نستغفر. لهذا بعض العلماء ما يصلي إلا ويستغفر لنفسه ويستغفر لمن ظلمه. أنا قد أكون قاعد وياك في مجلس وعلق عليك تعليق وضحك الحضور، نتفرق المجلس أنا ما عندي في قلبي شيء، أنا المذنب وانت رايح متأثر تجاهي أحرجت. أنا الآن قد أغفل أني ظلمت أحد، فأجي قبل الصلاة أقول اللهم اغفر لي واغفر لمن ظلمتهم ورضهم عني، يعني خلهم يرضون عني عن الذنب اللي صدر تجاههم. راح يقول ما أتذكر سويت شيء. ساعات احنا نظلم بدون ما نتوجه. النبي صلى الله عليه واله وهو سيد الكائنات قبل لا يموت وهو في مرضه خرج الى المسجد يريد ان يعتذر للناس اذا في ظلامه هو لا يدري بها. ايما رجل كانت له قبل محمد صلى الله عليه واله مظلمه الا قام واقتص منه. النبي يعلم انه على استعداد تام لاخذ الثأر منه وأخذ القصاص منه. فقد نظلم ولا ندري قبل قراءة القرآن حتى نوفق للتلاوة، قبل العبادة الأخرى نستغفر لأنفسنا ولمن ظلمناهم. دعونا نختم بهذه الرواية التي تتكلم عن الوضوء في تلاوة القرآن. عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقرأ العبد القرآن إلا إذا كان على غير طهور حتى يتطهر. يعني خلاص سيدي مو على وضوء ما اقرا؟ قال لا، قصدي اتوضا، ولكن لو قرات بلا وضوء لك ثواب، ولكن بالوضوء ثواب مضاعف. خلينا نقرا الروايه اللي تبين الثواب المضاعف. لقارئ القران بكل حرف يقراه في الصلاه قائما. احنا نصلي ونقرا السوره والحمد، كل حرف فيه 100 حسنة إذا صلاة قيامة، صلاة من جلوس مثل النافلة، وقاعدا 50 حسنة. إنزين هدف الصلاة في غير الصلاة؟ قال ومتطهرا في غير صلاة 25 حسنة، وغير متطهر 10 حسنات. شوف يا حبيبي أنت بتقرأ الآن، افترض 50 آية، الخمسين آية كل آية فيها يمكن 50 حرف، 50 × 50 2500 حرف، صحيح ولا لا؟ كل حرف عليه 25، يلا بعد شغل الكالكوليتر. انت الآن بتبيع سيارات وديتها قالوا هاي تسوى 2000 دينار، قلت تعال بس 2000 خلني اوديها دلني زي السيارة، حطيت فيها 100 دينار،
كلفتني 100، جبتها قال واحد تسوى 2500، انت بدأت 100 تربح 400، صارت 2500. نفس الشيء العبادة، انت بتصلي عندك خاتم البسر تضاعف الثواب، انت بتصلي كل عطر موجود رش تضاعف الثواب، انت بتقرأ القرآن لك بكل حرف مو كل آية بكل حرف 15 حسنات بدون وضوء، بالوضوء يصير كل حرف 25 تسوى واجب. فاللي يريد يتاجر يا الله ينظر لها الأمور البسيطة اللي هي تاكل دقيقة لكنها تجعل من الأرواح مضاعفة. إذن من أراد أن يتي القرآن أول أمر نبدأ به هو الوضوء. بقية الآداب إن شاء الله الأسبوع القادم. وفقنا الله جميعا لمرضاته، أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.